عودة لحضراتكم مرة أخرى ولسه مكملين حلقتنا من ملوك الصالات. نورني ومشرفني النهارده دكتور محمد عصبت مخطط الأحمال بنادي الزمالك. نور الدنيا دكتور. أهلا بك. أهلا بك. سعيدة طبعا تواجدك معايا وعايزين نتكلم أكتر عن الفريق الأول لكرة اليد بالتأكيد، وعايزين نعرف الموضوع يعني زمان على ايام يعني لما كنا مش زمان قوي عشان ما نكبرش نفسي، بس ايام ما كنا بنلعب كان يا دوبك هو المدير الفني اللي موجود ولو جه التدريب كمان بيجي على الماتشات ممكن. لا بصراحه كانوا مديرين فنيين على اعلى مستوى، بس هم يا عيني كانوا هم بيعملوا كل حاجه، كل حاجه من احمال من احصائيات من تدريب كل حاجه. دلوقتي الموضوع بقى مفصل اكتر او بشكل مهني اكتر، بقى في مخطط احمال، في مدير فني، في اداري، في دكتور، في احصائيات، كل واحد مسؤول عن في محلل شغل اداء، محلل اداء ما هو اللي ماسك الاحصائيات، فبقى في حاجات كتيره جدا. فعايزين الاول نعرف الناس بشكل مفصل دور مخطط الاحمال، ايه دوره في الفرق الرياضيه، الموضوع لما بقى في تخصصات كده بقى احسن قد ايه وبقى مفيد قد ايه للفرق الرياضيه. بصي، مخطط الاحمال دلوقتي هو الرجل الثاني في الفريق طبعا في اي لعبه جماعيه. هو اللي بيحدد بالظبط شكل التمرين بيبقى عامل ازاي. بيفرض على المدير الفني طريقه شغل بس بدون التدخل في الجزء الفني بتاعه. تمام؟ يعني انت حضرتك معاك النهارده نص ساعه في الهاندبول مثلا او ساعه في الهاندبول، بس مثلا مش هنعمل النهارده شغل بتاع رجلين كتير عشان انا عملت شغل رجلين كتير، هيبقى شغلك دفاعي او كده. فمخطط الاحمال هو اللي بيحط الشكل العام، انما ما بيدخلش خالص في شغل المدير الفني. صحيح. انما الموضوع دلوقتي مهم جدا، لو ما فيش مخطط احمال في فرقه لها مشكله كبيره. ليه بقى دور مخطط الاحمال مهم جدا في الفتره الاخيره؟ بص يا فندم، مخطط الاحمال هو المسؤول عن الفرقه ان تلعب اول دقيقه زي اخر دقيقه. موضوع ان يعملها المدير الفني دي صعبه شويه. هو حضرتك هتركز في شغل المدير الفني ولا هتركز في الجزء البدني؟ الجزء البدني ده بقى علم هو كبير مسؤوليته جدا. بالظبط، هو مسؤوليته الجزء الخططي والتكتيكي بالظبط، فبيشيل من على ذهنه بقى الجزء البدني خالص. صحيح. فهو بيبقى مركز تماما بيبقى ماشي كويس جدا يعني في موضوع الجزء الفني. صحيح. بيقدر يعمل اللي هو عايزه يعني. طيب بيبقى في اتفاق بينكم وبين بعض؟ بيبقى في تعارض؟ ممكن المدير الفني يقول لك لا والله انا شايف انه كذا، لا انا شايف ان انت مثلا النهارده مش محتاج انك تعلي لي الحمل البدني، لا محتاج انك تقلل الحمل البدني شويه عشان عندي ماتشات. بيبقى في تعارض بينكم وبين بعض؟ في تدخل من المدير الفني؟ حلو السؤال ده، انت جبتيه منين؟ احنا لا ما اتفقناش على كده. بقى شفت بقى، لا ده احنا خبره. بيحصل كتير. بيحصل كتير طبعا تعارض بينه وبين المدير الفني، بس التعارض في مصلحه الفرقه. بالظبط. يعني مثلا تعارض محمود يعني. ايوه بالظبط كده. انا النهارده احنا الاسبوع ده هنعمل 1 2 3، طب انا محتاج اعمل ماتش. ايوه بس احنا ما اتفقناش على كده، لا انا محتاج ضروري اعمل ماتش عشان عايز اشوف جزء معين، فبروح مغير البرنامج اللي اتفقنا عليه في الاسبوع علشان اسند المدير الفني ان هو يعمل الماتش بتاعه. طب احنا هنعمل كذا كذا، لا عصمت انا النهارده محتاج خططي. محتاج خططي كتير. فيبقى فيها مشكله لو شلنا الجزء البدني. لا ما فيهاش مشكله، اشتغل انا اسندك. انا اسند المدير الفني، مش تعارض ان انا ابقى ضده. بالظبط، انتوا مش ضد بعض. لا احنا مش ضد بعض، احنا في مصلحه الفرقه. في الاخر بس انت في وقت معين، في وقت واحد. معين، طب عصمت انا عايز اشيل مثلا الجزء البدني ده، لا النهارده ما ينفعش. محتاجينه جدا. فيقول لي خلاص اوكي. بس انما ممكن اشيل، ممكن اسمع كابتن قاسم كمان من الشخصيات المرنه جدا، لطيف جدا. بالظبط، مرن طبعًا. جدا ولطيف جدا، وعنده تفهم لكل الجهاز المعاون فعلاً. وبيدي كل واحد مساحته. كل يعني واحد من الشخصيات فعلا بياخد في الجهاز مساحته فعلا. صحيح يعني صحيح صحيح. طيب تخطيط الاحمال بيقتصر على فتره الاعداد وحتى لو في فتره توقف وفي الايام العاديه وكل الكلام ده، ولا كمان بيكون في حاله التاهيل للاصابات او بيكون في حاله اللاعبين مثلا المتواجدين بالملعب؟ يعني الموضوع بيبقى ماشي ازاي؟
بص يا فندم، اللي ما عندوش مخطط، يعني مثلا احنا في فتره توقف، لو في فرقه ما عندهاش مخطط احمال، نقولها بالعربي كده بالمصري، هتلبس في الحيط. لو هي معاها مدير فني بس وماشي كده وهو ماشي بخبرته، ايوه خبره حضرتك لحد فين؟ ده مخطط الاحمال ده مثلا بقاله اكتر من 20 سنه في مجاله، وانت ممكن تكون خدت كورس اسبوعين ثلاثه في الاحمال وافتكرت ان هي دي الاحمال. لا، الموضوع مش كده خالص، تمام؟ فلا، الفتره طويله. وبعدين انا مسؤول عن برضو اصابات اللعيبه. ما هو مش معقوله مثلا يبقى مخطط احمال في فرقه ومثلا في اربع خمس اصابات اصابه واحده. لا، في كده في خطا. يعني هو ممكن مثلا عنده اصابه فيبدا يقول لك والله يا دكتور احنا عايزين الاصابه دي، عايزه تاهلها لي في اسرع وقت ممكن، عايزه تلحق مثلا مباراه الجمعه الجايه او السبت الجاي. بيحصل. انا ببقى برضه مسؤول، يعني انا باخده من الدكتوره او الدكتور، بتقول لي بقت سليمه، اللاعبه دي بقت سليمه، فانا مسؤول بقى عن الجزء البدني بتاعها. فانا فعلا بقدر اجهزها مثلا لانك برضه بتقلق من فكره ان الاصابه يحصل فيها تفاقم. لا، اخدها سليمه الاول. اوكي، بسال الدكتوره بقت سليمه؟ اه سليمه، خلاص دي سليمه، خلاص انا باخد الجزء بقى ايه، بكمل بيها الجزء البدني. صحيح. انما مش كده وخلاص يعني. طيب ازاي الفرق تقدر تحقق الاستفاده الكبرى من وجود مخطط احمال؟ انا عندي مخطط احمال، الاسم معانا مخطط احمال، بس في ناس تحس انهم لا، هو طول الوقت المدير الفني مش مديله مساحته، المدير الفني مش مديله شغله، مش مستفيد بيه باكبر استفاده ممكنه. طب انا عايزه اتلافى الحته دي او اتخطى الجزئيه دي، عايز ان انا استفاد بمخطط الاحمال اللي موجود اقصى استفاده ممكنه، ازاي اقدر اعمل ده؟ دي هتتوقف فني مع المدير الفني. لو هو المدير الفني متفاهم وعارف ان كل واحد ليه دور في الفرقه، وان مخطط الاحمال ده تاني واحد بعديه، هيريح دماغه، هيريح وهيبقى في حته تانيه. صحيح. مخطط الاحمال هيوديه في حته تانيه. انما انت مثلا لو انت مفروض عليك مخطط احمال وانت مش مقتنع بيه، ده دي مصيبه تانيه. طب ما كده مش هيشتغل، ولا انت هتشتغل. ولا هو هيشتغل عشان انت ما انتش واثق فيه، ولا هو فلازم هو برضو المدير الفني بيتحرك، بياخد مدرب الاحمال بيكون مقتنع بيه 100% عشان يديله مساحته. صحيح. انما لو انت ما استفدتش من مدرب الاحمال، يا نهار، طب ما يبقى انت زي ما انت، ما عملتش حاجه. ما طورناش في الجهاز يعني. سؤال بقى، حضرتك بتكون موجود في السكور في المباريات ولا بتروح؟ لا. في الهاند بول غريبه، لسه الموضوع ده من الاتحاد، المفروض ان انا ابقى موجود في الملعب، المفروض ان انا موجود، بس في الاتحاد حتى ما فيش كارنيه لمخطط الاحمال. بقى في المحلل الاداء، يعني انا بشوف محلل الاداء قاعد على دكه البدلاء، بس لسه ما فيش كارنيه لمخطط الاحمال، فبيقعد على المدرج فوق. يعني انا بسخن فرقتي في الماتش واروح طالع على المدرج اتفرج عليه. اوكي. طب ليه ما فيش كارنيه عندهم بقى؟ اوكي. عندهم قضيه مهمه يا جماعه، محتاجين نعرف، لانه فكرة وجود مخطط الأحمال وهو بيسخن بالفرقة وكل الكلام ده، ليه مش متواجد على دكة البدلاء؟ يعني أنا بشوف طيب كرة القدم مخطط الأحمال على دكة البدلاء. طبعا. خلينا بس نوضح أن أحمد عصمت اللي كان طبعا متواجد كمخطط أحمال أيام المدير الفني كارتيرون بالتأكيد، كان هو نجل دكتور محمد عصمت، وما شاء الله يعني أحمد عصمت هو تعليم دكتور محمد عصمت، بتعلم من الدكتور بالتأكيد. دي برضو جزئية مهمة، كنا بنشوف أحمد طول الوقت متواجد على دكة البدلاء. في الهاند بول لا. طب سيبك أنت، طب الهاند بول بس ولا الباسكت والفولي؟ الهاند بول بس. الباسكت والفولي انظمهم. ودي في علامة استفهام، مخطط الأحمال ليه مش موجود تحت؟ طيب معلش سيبك، مش انا سخنت الفرقه وطلعت، الناس اللي بره بقى دورهم ايه اثناء الماتش؟ المفروض ليهم دور، ليهم طريقه تسخين علشان البنت لما تخش بسرعه الماتش وتطلع تاني، وتخش وتطلع، ويفضل المدير الفني يبدل في اللعيبه الاحتياطي اللي بره. لا، ده اللعيبه تبقى بقى قاعده بره. فاهمه؟ فلا، الموضوع في مشكله. لا، لازم مخطط الاحمال يبقى موجود علشان يبقى مسؤول عن الاحتياطي اللي بره الجهاز برضه. بس فهي دي النقطه. ايوه. طيب
كنا دايما بنسمع بنشوف، عايز اعرف دي جزئيه حضرتك، بيتهيألي ان احنا بنشوف لعيبه الكوره حتى في المنتخب او كده لابسين حاجه اللي هي الجي بي اس تقريبا، او حاجه او حاجه كده اللي بيبقوا لابسينها علشان بيقول دلوقتي ان اللعيب ده قادر انه يكمل الماتش، لا مش قادر لازم يخرج دلوقتي علشان اللعيب ده لو كمل ممكن يحصل اصابه، ممكن البدني بتاعه مش مساعده، كل الحاجات دي بنشوفها حتى في منتخب الكوره. هل دي جزئية حضرتك تبعك؟ الجهاز ده عايز اقول لك السبرايز ده موجود معاه في الهاندبول. اوكي. المفروض ان احنا هنفعله في خلال اسبوعين. اوكي. الجهاز ده اسمه بولر سيستم 2. ده بيورجيك اللاعب او اللاعبه فين بالظبط؟ عملت كام سبرنت؟ عملت طبعا إيه؟ بنعرض دلوقتي شغل حضرتك مع السيدات، هنتكلم اكتر عن فتره الاعداد، بس خلينا نتكلم عن الجهاز ده الاول. احنا حتى بنشوفه، يعني كنت لما بنشوف مثلا اللعيبه بنلاقي حاجه بارزه شويه في ظهرهم من ورا، فكنا مش فاهمين ده بيبقى ايه. اتاري هو ده الجهاز اللي بيقول انه دلوقتي اللاعب لو بيبقى زي في حاجه جهاز بينه وبين مخطط الاحمال بره، انه بيقول اللعيب ده بدنيا يقدر يكمل المباراه، او يقوم يقول للمدير الفني اسحبه دلوقتي ده ممكن يتصاب. صح كده؟ فعلا. فعلا دي حاجة. يبقى كده مخطط الاحمال ليه دور على دكه البدلاء. انا قاعد بره على دكه البدلاء ومعايا التابلت صغير. اوكي. تمام؟ وشايف لعيبتي كلها حالتها البدنيه في ايه في الملعب. شايفهم كلهم. ممكن يبقى الماتش بيوصل لحد معين كده وابص الاقي فيه مربع ظهر لي احمر عند لاعب معين، عند لاعب او لاعبه معينه. ده مهم جدا يا جماعه الكلام ده. طبعا اللاعب ده يا اما يريح يا اما يفرمل يا اما لازم يطلع من الماتش. اوكي. تمام. يعني مخطط الاحمال يا دكتور بيبقى ليه دور. انا بس ليه بكلمك عن الجهاز ده، اصلا انا سالت، يعني لما كنت قاعده اسال بقول لك بلاقي حاجه بارزه في التيشيرت اللعيب من ورا مثلا، من عند تحت الرقبه كده بالظبط، هو بيبقى زي حاجه قميص كده لابسه. هو قميص لابسه وفي جهاز صغير محطوط في 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 ظهره من فوق بالظبط، بيوصل لمدرب الاحمال بره حالته الفسيولوجيه كلها بالظبط. هو ده بقى اللي انا سالت. اقول لك حاجه، ده مرتبط باصابه اللعيب. يعني طبعاً. ممكن حتى لو ممكن يديني يبان لي على الشاشه بره ان اللعيب ده داخل في اصابه. خلاص هيدخل في اصابه. تخيلي الجهاز ده مرتبط كمان ان اللعيب ده ما يشوطش ضربه الجزاء. لما لعيب مثلا باين لي، كل ما البدني بيقل تركيزه بيقل بالظبط. صح؟ بالظبط. فهو بيبان لي عندي، لا فلان ما يشوطش. بقول لي ببلغ المدرب الفني مش في كامل تركيزه دلوقتي. فلان مش هو اللي يشوط. ايه ده؟ طب ما هو المفروض يشوط. لا، خلي واحد من خط الدفاع هو اللي يشوط. تعرف انا ليه بسالك على الجزئيه دي؟ علشان هتوصلنا لفكره دور مخطط الاحمال على دكه البدلاء. هو مش زي ما الناس فاهمه انه بيعمل لهم البدني في فتره الاعداد، وان هو بيسخن بيهم وخلاص دوره خلص على كده. لا، ده عالم تاني دلوقتي. ده الموضوع عالم تاني. ده الموضوع دلوقتي علم متقدم فوق متخيل. ده الجهاز ده حضرتك موجود عندي، انا موجود معايا في الفرقه. صحيح. ده ثمنه حوالي 700,000 جنيه. طبعا مش حاجه. وبعدين هو حضرتك فاكره ان هو مرتبط باللاعب بس؟ ده مرتبط بالقمر الصناعي، يعني عارف حاله اللاعب البدنيه من قبل ما يلعب الماتش حتى. اوكي. يعني عارف حالته ايه، يلعب ولا ما يلعبش. اقول لك حاجه، الجهاز ده اول ما اشتغلت بيه غير لي كل طريقه البرامج التدريبيه بتاعتي. انت عندك الجهاز ده؟ موجود. هنفعله، المفروض هنفعله في خلال اسبوعين بالظبط. في النادي. في البنات ولا في الرجال؟ الاستاذ احمد، الكابتن استاذ احمد مرتضى جاب لي الجهاز وقال لي في خلال اسبوعين كده هنفعله ان شاء الله. ايه ده؟ كويس قوي. كويس قوي. خلاص. ده هيبقى للرجال والسيدات ولا الرجال؟ هتبداوا بالرجال الاول؟ هيبقى بتاع القطاع كله، العاب الصالات. اوكي. مفيش مشكله، الجهاز ده بيشتغل ان شاء الله 30 فرقه. مفيش مشكله. ايوه اوكي. حاجه مهمه جدا. كل لعيب او كل لاعبه تلعب او ما تلعبش، يعني انا بعرف حاله اللعيب قبل ما ابدا. ده الجهاز ده كان معايا مع كنت مره ماسك منتخب اليمن وجبناه كده. وقبل الماتش طلعت ثلاث لعيبه من الماتش. طبعا. فبقول للمدير الفني، قلت له فلان، قال لي لا دول اساس الفرقه، ما ينفعش يطلعوا. قلت له لازم يطلعوا، مش هيدوك حاجه. مش هيدوك. طب حلها ايه يا دكتور؟ قلت لهم دول اخرهم ثلث ساعه. يبقى خليهم في الاخر. فهو نزلهم في الاخر وكسب ماتش وكان عمل ماتش كويس جدا. يبقى خليهم في الاخر. يا جماعه هو ده انا بتناقش مع دكتور محمد عصمت في مثلا الجهاز ده، ان هو
مخطط الاحمال بيبقى ليه احنا بنتكلم في ده؟ عشان بيقول ان اتحاد اليد مش بيطلع لسه كارنيهات لمخطط الاحمال، لا ده دوره مهم جدا جدا جدا، يمكن اكتر من محلل الاداء، لان محلل الاداء ممكن يتابع من بره، لكن مخطط الاحمال لا، ده ليه دور في ان هو يساهم في التغييرات مع المدير الفني، يعني يقول له اللعيب ده داخل في اصابه، اللعيب ده بدنيا دلوقتي خلاص محتاج انه يريح علشان ممكن يحصل له اصابه، اللعيب ده ممكن ما يشوطش ضربه الجزاء طبعا على حد كلام دكتور محمد عصمت، لانه دايما لما البدني بيقل التركيز بيقل، فبالتالي انت النهارده ممكن ما يبقاش مركز انه هو يشوط ضربه جزاء ممكن يضيعها، متخيل دور مخطط الاحمال واصل لحد فين؟ فده طبعا بنعرضه كله علشان نقول انه قد ايه دور مخطط الاحمال مهم، انه هو يكون ليه كارنيه من قبل الاتحاد المصري لكره اليد ومن قبل كل الاتحادات طبعا اللي مش مفعله الموضوع ده. عالم، انتوا عالم لوحدك. عالم تاني طبعا. طبعا حضرتك كنت مدرب العاب قوه ولاعب العاب قوه، نجم كبير في العاب القوه، يعني الموضوع مش جاي من فراغ، ده انت بتمارس الموضوع من بدايته كمان يعني. وانا دايما بقول ان العاب القوه هي ام الالعاب. انا كنت بطل مصر وعرب وافريقيا في العاب القوه. والحمد لله معايا اكتر من 150 ميداليه ما شاء الله. وحضرتك انا لو خدت الاحماء بتاع لعيب العاب القوه وحطيته في اي فرقه هتكسر الدنيا طبعًا. انا مش هقول لك التمرين بتاعه طبعًا. لا انا هاخد الاحماء بتاعه بس طبعًا. وادخله هنا هيبقى الفرقه في حته تانية. دايما بقول حتى في الاولمبياد اكتر لعبه بحب اتابعها هي العاب القوى عظيمه. وبقول دايما انه علشان تطلع لعيب يقدر يلعب اي حاجه في الدنيا يتلعبه جمباز دي العاب قوى في فعلا. بدايته فعلا. والسباحه دي طبعا مهمه كده فعلا كدا. دايما لما بيجي لي ولاد صغيرين او اولياء امور اقول لهم روح اجمعهم في العاب القوى. واحد مش سيبيه شويه في العاب القوه. صحيح. علشان هو هيجي جاهز. اللي هيلعب العاب قوه او جمباز هيعرف يلعب لعبه اي لعبه بعد كده. هيبقى عالي في اي لعبه فعلا. هنكمل كلامنا بس خاصه بقى في فريق كره اليد السيدات، ولكن هستاذنك في بريك صغير. ماشي. هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور محمد عصمت مخطط الاحمال بنادي الزمالك. فاصل سريع وراجعين لحضراتكم. عودة لحضراتكم مرة أخرى ولسه مكملين حلقتنا مع دكتور محمد عصمت مخطط الأحمال بنادي الزمالك، وللحقيقة إنه عالم مختلف تماما، وقد إيه أهمية مخطط الأحمال، وقد إيه أنا مستمتعة بالحلقة بصراحة، عمالة أتعلم كده وأخد معلومات. بص أنا باخد الكواليس ما أتحركش. طيب دكتور، عايز أعرف إيه أهم الأدوات اللي بتستخدمها في مرحلة الإعداد أو في تخطيط الأحمال، وقد إيه بتكون نتائج صحيحة وبتأهل للهدف المطلوب؟ اهم الادوات ادواتي. معلش اكمل السؤال. مثلا بتقعد مع المدير الفني بيبقى عايز يوصل لنتيجه معينه، فانت بتوصله للنتيجه المعينه، ولا انت عارف انت عايز توصل لحد فين، ولا انت اللي بتقول له انا هوصلك لحد فين؟ بص، هي بتختلف من مخطط احمال لمخطط احمال. تمام. والهدف فين واول ماتش امتى. كل يناير ما كان الماتش بعيد. تمام. فمخطط الاحمال بيبدع في شغله. يعني فاضل مثلا على بدايه البطوله اللي هو اللي هيروحها مثلا فاضل شهرين او شهرين ونص. فالمخطط الاحمال قدامه شهرين يوقف الفرقه على رجليها ويخليها كويسه جدا. صحيح. فبيستمتع بقى، فهو كمان اللي بيحدد المدير الفني ويقول له بص الشهر ده مالكش دعوه بيه، ده بتاعنا. انا هسيب لك النهارده نص ساعه، هسيب لك ثلث ساعه. اعمل فيها اللي انت عايزه. ما عدا حاجة معينة، ما عدا ما تعملش جزء دفاعي، ما تعملش جزء هجومي رجلين. بحيث ان انا ايه مثلا ممكن اكون في الوحدة شغال كلها على رجلين بس. تمام؟ فهو مش هيدخل كمان في الهاند بول نشتغل على رجلين. بنفضل بنربط الشغل كده. وانا اللي بحدد له الموتوشة الودية في الفترة الأولانية بالذات. هتعمل أول ماتش ودي ليك في الفترة كذا، في الفترة كذا. كده. فشهر ونص بيبقى بتاعي أنا. فكل ما جت بدري، كل ما جت فترة الإعداد كويسة شهرين مثلا ولا شهرين وشوية، كل ما مخطط الأحمال بيبدع ويوصل من شهر كده. ستة ما شاء الله. كان معاكم مساحة. يعني معانا مساحة كانت كويسة جدا طبعا. و أقول لك حاجة من الآخر كده، أنا مش هقول لك هنافس إن شاء الله بإذن الله دوري وكاس يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. يا رب. انا ادواتي مختلفه مش مع حد. وفرقتي حاليا الحمد لله كويسه جدا. طيب عايز اسالك سؤالين. اول سؤال، انا النهارده ممكن الفرقه تيجي
تقول للعيبه انت لا خليكي النهارده مريحه، تبقى حاسس ان اللعيبه دي ممكن تتعرض لاصابه او ممكن بالنظر بقى بعيدا عن الاجهزه اللي احنا اتكلمنا عنها، انت هتحس ان اللعيبه دي من بدايه تسخينها كده وهي بادئه تجري في التسخين انت تحس انها محمله بدنيا تقول لها ريحي النهارده؟ بيحصل بيحصل كتير. اصل فرقه البنات كلها زي بعض. فبيحصل كتير ان انا بشيل جزء من الحمل للاعبه واقول للكابتن خليها تعمل لها نص تمرين النهارده. صحيح. لا النهارده هتطلع بره التمرينه دي وهتجري بس. النهارده لازم الكل يعمل ريكفري. تمام. لازم ينزل تلج، لازم كده. تمام. طبعا ما بجريش كله. يعني. وارد جدا. طيب. والخبره هنا لازم بيبقى لها دور طبعا. طيب طول الوقت كنا بنسال السؤال ده للمدير الفني، فتره الاعداد مهما كانت ومهما كانت الروح لطيفة والأجواء لطيفة هي برضو مملة، خلينا متفقين هي متعبة ومملة لأي لاعب، لأنه بيبقى عايز يدخل في الجزء الخططي، بيبقى عايز التقسيمة، بيبقى عايز الكورة. إزاي بتكسر حاجز الملل ده؟ بص يا نيرة، ده حاجز الملل ده كمان بيبقى ساعات بيجي للمدير الفني يقول لي يا عم غير التمرين. يقول له يا كابتن أنا دلوقتي عندي تمرين التحمل عام جري بس، اغيرها ازاي؟ اصل اللاعب بيزهق من الجري، ما يزهق نيره، ما هو في الماتش هيزهق من الماتش. لا طبعا. ففي وقت بضغط جامد حتى وهو زهقان، بضغط لان ايه؟ لو ما عملش مش هعرف على رجلي. وفي وقت تاني بديله الجزء ده بس بشكل تاني ومن غير ما ياخد باله. صحيح. بنوع له شكل التمرين. دي بتبقى اصلها مرحله انك بتحط حجر الاساس عشان موسم مضغوط. طبعا. بالظبط. مليان بطولات. لو انا ما حطيتش الاساس العمارة خاصة لو هتدخل أكتر من بطولة بقى وكمان بطولات إفريقية عربية هتعدي بقى مرحلة البطولات المحلية. طيب ممكن الأدوات اللي حضرتك بتستخدمها تكسر حاجز الملل؟ كتير. تستخدم إيه؟ أدوات إيه بقى يا كابتن؟ بص مثلا كان في كليب معروض من شوية، الأساتك. الأساتك دي لما بعملها ما بتخش صالة الجيم. دي بديل مقاومة. بديل للجيم، لأن الأساتك دي الأساتك. بالظبط. لا معانا كنترول ايه؟ تقول جزر بس. حلو قوي. حضرتك الاساتيك دي اولا مش موجوده في افريقيا. حضرتك قلت لي دي ابتكاري. ابتكارك. ابتكاري، مش بتتباع جاهزه يعني؟ لا لا لا، مش موجوده. أوكي. ده دي ابتكاري وانا عملتها. وطول الاستيك الواحد حضرتك حوالي 15 متر. واللاعب كل ما بتبعد عن السنتر بتاع الاستيك او تعمل الجنبات دي بتعملها بمقاومه عاليه جدا. طبعا. تمام، مش سهله. فهي طلعت من التمرينه اكنها عامله اربع خمس تمارين جيم ببعض. طيب خليني اقول لك على حد فهمي كده، على حد ما بتفرج وعلى حد ما كنا بنتدرب زمان، الحاجات دي شويه شبه الكور الطبيه لما كنا نجري بالكور الطبيه ونحاول نشوط، فلما تيجي تمسك كوره الهاندبول تحس انها سهله جدا. ايوه، حاجه قريبه من كده فعلا. ده الجري بقى، انا بجري بمقاومه. أيوة. فلما اجي اجري عادي فاست بريك. أيوة. انا مش بجري بمقاومه، فالجري بيبقى سهل جدا. ده جزء من شغل. ده في تمرينه ثانيه. ده الحد فهمي يعني. هي صح، انت صح. في تمرينه ثانيه اساتك قصيره، في تمرينه ثانيه اثقال في الرجلين. لا عالم ثاني. التمرينات مجموعه التمرينات دي تكسر اي ملل، والبنات بيحبوها جدا. لا والله لطيفه، ده احنا كان على ايامنا ملل الملل. لا مفيش الكلام ده. انا وكل تمرينه ببقى عايز جيم بس. لا وبتقوي عضلات يعني، بتقوي انها مثلا ده برضو على حد فين انها ما تعرضش لمزق، انها ما تعرضش، لان في مقاومه. انت بتقوي عضلات الظهر والرجلين، كل حاجه، الاماميات والخلفيات والسمانات. لو انت لاحظت حتى البنت بتشيل الاستك من وسطها وتروح هناك في الاخر بتعمل استك تاني بايديها. لما تشيل الاستك بقى وتيجي تلعبها تقسيمه تجري فاست بريك هتلاقي السرعه. وهتلاقي سرعة قوه. وقوه والتحامات وعضلات بقى قويه. ما تتعرضش لاصابات. والتحامات قويه جدا. مش الكلام ده دلوقتي. الحمد لله. يعني هو الموضوع بجد لما يشيلوا الاستك ويجوا يجروا يحسوا ان هم سراع جدا والدنيا اسهل كتير. بالظبط كده. لا حاجه محترمه. شوفي هي جداً. حتى بتخلص، في بنت بتلاقي ايه، هي اول ما بتخلص بتعلي جنبات. بتخلص بتروح رايحه للاخر، بعد عملت هي جزء رجلين تروح رايحه عامله جزء الايدين بالاستك المقاومه الثانيه. بالايدين ده بقى بيقوي عضلات الايدين. تيجي تشوط. يبقى احنا اشتغلنا ايه؟ ايدين ورجلين، اشتغلنا كل حاجه في التمرين. تيجي تشوط تبقى بتشوط يعني ما شاء الله، ايديها زي ما بيقولوا كده بلغه الرياضه مرزبه. ولما تيجي بتبقى قويه جدا.
والتجنب بتاعتها في التمرين والدفاع، الخطوات الدفاع الدفاعية والتحركات الهجومية والفاست بريك بعمل لهم كل الكلام ده بالأستك بالمقاومة. لا 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 لا، حاجة عظيمة. يعني أنا عمال أتفرج على التمرين سواء مقاومة الأساتك بالرجلين أو بالإيدين، كمية تحس إن أنت تعبتي وأنت واقفة. ده حقيقي. أنا عايزة أجي معاكم التمرين، عندي مشاكل في ظهري فهاجي معاكم التمرين، أبقى أجي أتدرب معاكم. لا بجد الموضوع لطيف جدا، لأنه فعلا أنا شايفة التمرين اللي أنا بتفرج عليها في الكلاب بتقوي عضلات رجلين ايدين ظهر اماميات خلفيات سمانات كل حاجة. بصي، وكمان ما بتشتغلش زي الجيم على العضله الرئيسيه واحده. في الاستيك بيشتغل على العضلات الصغيره، كل العضلات في رجليها شغاله معايا. انا شايفه كل العضلات شغاله، ايدين ورجلين سواء بالاستيك بالايد او الرجل، انت مشغل الجسم كله. بالظبط، صح كده، بالظهر بالبطن. لان دوت علشان تقاوم بظهرها وبطنها وتعدي تجري بتبقى في حته تانية برضه. انا مستمتعه والله العظيم، مستمتعه جدا. طيب برنامج الاحمال يا دكتور بيختلف من الولاد للبنات وبيختلف في الاعمار السنيه؟ طبعا طبعا طبعا. تمرينه البنات غير تمرينه الولاد خالص. ما الدنيا والتكرار مختلف. حضرتك ده استك البنات، استك الولاد مختلف، مقاومته اعلى طبعا، لانه طبعا الولد عنده هرمون ذكور، عنده هرمون ديستوستيرون، هرمون ذكور. انما البنت ما عندهاش، ما ينفعش احط لها نفس المقاومه. طب زي الحديد في الجيم، لا يمكن احط نفس ال عارفه انا يا لما اول فرقه مسكتها بنات كان منتخب مصر كوره. عارفه عشان اوافق ان انا قبل ما كوره نسائيه، رحت قعدت مع حوالي 3 دكاتره نساء واولاد، وقعدت رحت كليه تربيه رياضيه بنات علشان اشوف الابحاث واسال الدكاتره اللي اشتغلوا مع البنات. كنت بشوفك ايام ما كنت في كليه تربيه. كنت بروح عشان علشان اشوفهم، اشوف فيسيولوجيه البنت عامله ازاي، ومقاومتها لحد فين، وامتى اضغط عليها وامتى ما اضغطش. صحيح. طيب برنامج الاحمال بيختلف طبعا من فتره الاعداد لفتره المنافسه. خالص. خالص. يعني انا مثلا يا دكتور انا عارفه فتره الاعداد، خلاص فتره اعداد الحمل كل يوم معايا، الحمل البدني عالي. بص يا نير، كل يوم في فتره الاعداد الفرقه معايا. في فتره المنافسات انا ممكن اخدهم يوم او يومين بس في الاسبوع. طب عايز اسالك بقى عشان سريعا عشان وقتنا، انا في فتره الاعداد خلاص انا معلي الحمل البدني لحد ما بوصل لفتره الماتشات، بفضل اعلي الحمل البدني وانزل شويه ورايح شويه واعلي، بس بيبقى في الغالب هو حمل بدني عالي، ده على حد علمي يعني. لكن في فتره المنافسات انا مثلا عندي جوله يوم الجمعه، السبت هريح، الحد هبدا، اعلي الحمل البدني لحد يوم ايه عشان هنزله قبل جوله الجمعه تاني. وانتي متسلطة عليا ولا ايه؟ هو انا ايه؟ متسلطة عليا؟ انتي متسلطة تكشفي كل حاجة على الهوا؟ لا بجد والله. طيب عايزة اعرف. بصي يا موضوع الحمل البدني ده مهم قوي ساعة المطوشة. مهم قوي. احنا رجعنا من الماتش، مش خدتي راحة؟ لما برجع بعد الراحة ببدأ تمرينة كده فاني. تمام. تاني يوم؟ الاثنين، يوم الاثنين. الاثنين مثلا باخدهم تمرينة فحت وردم. تمام. بس المدة بتاعتها مش الزمنيه مش كبيره. عشان انا بعملهم تمرينه، ايوه تمرينه قويه جدا تعلي نبضهم زي ما اتعلمنا بولار سيستم 2، تعلي نبضهم علشان لازم تبقى حمل الماتش. ومن الثلاث بنزل. بس ماليش علاقه. بيفضلوا بقى في تمام. في المهارات بس. اخيرا عشان وقتنا وسريعا جدا. سيدات الزمالك يقدروا يوصلوا لحد فين الموسم ده؟ سريعا. افريقيا. يا رب ان شاء الله. يا رب بجد خديها مني. فيش اسرع من كده. بص هقول لك حاجه، خديها مني وما تجيبنيش تاني ان شاء الله باذن الله. دوري وكاس ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله. دكتور محمد نورتني وشرفتني، وكنت سعيده جدا بتواجدك معايا وانا استمتعت بجد. الله يخليك. اشكرك. ودي كانت حلقتنا مع دكتور محمد عصمت مخطط الاحمال بنادي الزمالك. اشوف حضراتكم على الف خير ان شاء الله يوم السبت وحلقه جديده من ملوك الصالات في نفس الميعاد. سلام عليكم.